ممثلي مؤسسات صحية استشفائية جامعية وكذلك مؤسسات عمومية أخرى. سعادتنا أكبر أيضا بتواجدنا في مدينة الوادي وبتواجد زملائنا وشركائنا من كل ولايات الجنوب الكبير كرسالة من الجمعية على تواجدنا ومواصلة عزمنا للوصول إلى جمعية تشاركية منفتحة وقادرة على مواكبة المسائل الجوهرية كشريف فعال وقود اقتراح للسلطات الوسيطة. يطيب لي في البداية أن أحييكم وأتمنى لكم طيب الإقامة في مدينة الألف مبروك. كما أحيي بالمناسبة في هذا المقام وأقدم شكري وامتناني إلى أعضاء الجمعية الوطنية للصيادلة الجزائريين وأهنئهم على حسن التنظيم الذي كانوا موفقين فيه إلى حد كبير. بعبارات الشكر والامتنان التقدم بها كذلك إلى السيد معاذ تبينات رئيس الجمعية على إتاحتي الفرصة لإلقاء هذه الكلمة التي ستكون مقتضبة ووجيزة. اليوم رانا في مركب الغزال الذهبي من أجل تأطير يوم تكويني حول استراتيجيات الأمن الصحي للمواطن. وهذه من تنظيم أنفا اللي هي الجمعية الوطنية للصيادلة بالشراكة مع الصيدلية المركزية للمستشفيات اللي هي البسياش. وإحنا قمنا بتأطيرها كما موالفين يعني ودأبنا يا أستاذ أحمد على تأطير والتنظيم تاع الملتقيات العلمية خاصة للصيادلة والأطباء. فيه 200 مشارك و10 مخابر تاع أدوية اللي باش يكونوا حاضرين معنا، وكاين دي كومينيكون يعني ناس باش يكونوا الصيادلة اللي راهم حاضرين معنا اليوم ان شاء الله باذن الله. التريبيونال ادمنستراتيف كي كومبيتون اي نو با التريبيونال اوردينير. يا دوتر انتيتي كي سون شوميز ا لا ريغلومونطاسيون دي ماشينيك مي با دون فاصون ديريكت. C'est-à-dire, j'ai parlé tout à l'heure de l'EPI qui reçoit un financement public. C'est distribué. Effectivement, il y a cette situation d'exclusivité. Et l'État, dans sa politique publique, fait en sorte qu'il y ait moins d'exclusivité en la matière, pour qu'il y ait le maximum d'opérateurs qui peuvent répondre à ces besoins. C'est pour ça qu'on se dirige de plus en plus vers les génériques. C'est pour éviter justement cette situation quasi. Donc l'exclusivité doit être justifiée pour qu'elle soit acceptée. S'il n'est pas justifié, ça veut dire qu'il n'y a pas d'exclusivité. Donc il y a la réponse. Et la question aussi des conflits d'intérêts. Je suis moi membre de la commission d'ouverture et d'évaluation. Il y a un membre de ma famille sur mission. Donc pour qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts, je vais me briser. Je ne peux pas assister à la commission de l'ouverture et d'évaluation parce que il y a un membre de ma famille qui va soumissionner. La même chose quand un co-contractant. Et Madame Zermia Abir, je suis le CAM hospitalier des laboratoires Frater Azès. Alors notre laboratoire Frater Azès, c'est un laboratoire algérien qui existe depuis plus de 30 ans. Et on est les premiers fabricants de biosimilaires en Algérie. Notamment, on a plusieurs produits en tant que l'hospitalier, aussi que la forme sèche. Donc on est là aujourd'hui pour accompagner l'INFA dans le sens de la formation scientifique et tout ce qui concerne l'évolution de l'industrie pharmaceutique. Notre laboratoire couvre le marché hospitalier ainsi que la ville, à l'échelle nationale bien sûr. Et voilà, on est toujours là pour répondre aux besoins du patient algérien en premier lieu et le marché, bien sûr, algérien. Doria Ourlis, je suis la directrice de Janssen, de la chambre Johnson & Johnson américaine. Donc, je suis très heureuse de vous être ici dans cette enfant, la rencontre des médecins algériens. وهذا الملتقى راه مخصص بالصيدله المركزيه وتاع لي زوبيتو تاع السبيطارات تاع الجزائر. والمشكل اللي راه نعانيو منه حاليا هو توفر
الأدوية المبتكرة للمرضى الجزائريين، ونتعاملوا مع لي ديسيدور، مع الصيدلية المركزية، مع وزارة الصحة، باش نصيبوا لا فاسون لا ميور مانيير باش نحصلوا هذا الدواء نردوه متوفر للمريض الجزائري. اليوم الحدث مهم جدا لأنه يتناول مسألة مهمة، مسألة جوهرية جدا متعلقة بقضية توفير وتوريد المواد الصيدلانية إلى كل المستشفيات. نعرف أنه حديثا أنه في كل العالم وليس فقط في الجزائر هذه المسألة أصبحت رهان كبير نحو الأمن الصحي، فارتأينا لتنظيم هذا الملتقى الذي سيتناول العديد من المواضيع التي تهتم بكل ما هو سلسلة توريد ونجاعة توفير المواد الصيدلانية بشكل متواصل على مستوى المؤسسات الصحية العمومية والخاصة، بحضور ممثلي وزارة الصناعة الصيدلانية، وزارة الصحة، الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، كذلك الصيدلية المركزية للمستشفيات. سنتطرق إلى مواضيع مهمة، أهمها أولا تنظيم سوق الأدوية، كيفية وصولها بشكل أمثل إلى نحو المستشفيات، أفق تطوير التوزيع نحو الجنوب بما أننا في ولاية جنوبية، لأنه اختيار ولاية الوادي بالذات عنده بعد أنه أشركنا أكبر عدد من الصيادلة المتواجدين هنا في الجنوب. كذلك سنتكلم عن طرق تسجيل وتسويق المواد الحديثة والعلاجات الحديثة المتعلقة بالأمراض الثقيلة والمستعصية، فيه كذلك نقاشات حول قانون الصفقات العمومية ودور هذا القانون وكيفية ملائمته مع القطاع الصحي وضروريات القطاع الصحي. إذن سيكون فيه نقاش متعدد، سنخرج بتوصيات سترفع إلى السلطات الوصية من أجل إحداث ممكن ورشات أخرى متخصصة، أو كذلك الاستناد إلى توصيات هذا الملتقى من أجل تطوير والوصول إلى نجاعة سلسلة توريد وتوزيع المواد الصيدلانية واللي هي بالأساس أساس نجاح أي قطاع صحي وضمان الوصول إلى الأمن الصحي. لكن كانت مناسبة للصيدلة المركزية للمستشفيات لإعادة التذكير بكل المجهودات المبذولة من طرف كل عاملات وعمال الصيدلية المركزية للمستشفيات من أجل تزويد المستشفيات بالأدوية والمستلزمات الطبية. التزمنا بما تعهدنا به، وقد قمنا بتقليص قائمة الأدوية التي كانت مستنفدة في المخزونات الصيدلية المركزية للمستشفيات والمستشفيات وصيدليات المستشفيات بذاتها. كنا قد تحدثنا كذلك على مشاريع الصيدلية المركزية للمستشفيات، لو بروجي داكشوناريا راح يمكننا باش نشتري أسهم لدى الشركات، وبالتالي راح نقتني الأدوية مباشرة لدى هذه الشركات دون المرور بالإجراءات التي عادة قد تؤخر في تزويد المستشفيات بالأدوية المناسبة وفي الوقت الملائم.